بنتي اطلبي لنا 4 فناجين قهوة سادة. أزاد أغا يلا عود مكانك. تتهنى برئاسة مجلس الإدارة، ألف مبروك. إيه هذا الشيء اللي بيليق بحفيد عيلة شهاد عقل الوحيد. والله هالضربة خلت ظهورهم تنحني. إن شاء الله هالمنصب يكون فيه خير للكل. آمين يا عمي. بس الشيء اللي أنا ما فهمته، شو اللي خلى قنول تصوت لإلي؟ عم تنتقم من عزيزة. إيه لأنه عزيزة مو بس خلت أصدقاء أعداء، خلت عيلته تكرهها وتعاديها. لو بدها تنتقم منها ما بتساوي هالشي. ويلي بعرفه أنه قنول ما بتحبنا، وأنا ما عم أقدر أفهم هالشي. بس المهم النتيجة ما عاد يكون القرار الأخير إلهم بخصوص الاستثمارات. بعد ما شفت عزيزة وهي بهذيك الحالة، حتى لو متت هلأ ما عاد تفرق معي أبدا. أستغفر الله، شو هالحكي؟ الله يطول بعمرك بابا. بعد هلأ رح تشوف عزيزة عم تمشي وهي عم تحاكي حالها. بس يا جماعة يلي ما عم أقدر أفهمه أبدا، بتعرفوا إنه جنول ما بتحبه لأزاد؟ شو يلي صار؟ أكيد ما لكم علاقة بهالشي. لا والله ما لنا علاقة. طيب شو القصة؟ ليش أخي ما صرت بتعرفون لقال أصلا؟ كلياتهم شياطين من صغيرهم لكبيرهم، ما حدا بيعرف شو ممكن يساو. وكمان بالنسبة لهالشي ما بيهمنا. وهلأ بعتقد ما عاد رح نضطر ننشغل بمشاكلهم لأنه رح ينهاروا أكيد. يستفلوا خلوهم يأكلوا بعضهم. طيب أنا رح شوف إليف. ماشي يا ابني، روح روح شوفها ليلى. يلا أزاد أغا. كنت بعرف انه انت اخي يا فرات. كنت بعرف. انتهت ألعيبك يا ستي ورح تبلشي تنهاري عزيزة اصلا. عم دور على إليف. نزلت لتحت. انت ليش صوتتي لي؟ انت مالك اي علاقة بهالشي. مو مشانك يا ازاد انا صوتت لك، مشاني. معناتها ستك ازتك الك كمان وانت انتقمتي منها، وجهتي لها ضربة الكبيرة ودمرتي لها عرشها. هلا كيفها إليف؟ ما عم تتركها لحالها مو هيك؟ عم تقول انها منيحة. آزاد أنا بهنيك على الشيء اللي ساويته مبارح، بس بنفس الوقت أنت أسأت لها لإليف بكلامك ومبين أنك عم تعطف عليها. شو يعني؟ كنت بخليها تنتحر؟ حتى لو حدا غيرها كنت أنقذتها. هدفك تنقذ حياة شخص وبس. أنت ما أنقذت الإنسانة اللي بتحبها، أنت بس أنقذت روح. كان معي حق بكلامي إلك. أنا ساويت اللي لازم ساويه. يا ترى لو كان في حدا مكانك لكان عطى نفس وعودك؟ مثلا ميران، لو أنا حاولت انتحر كان عطاني نفس هالوعود؟ سألي ميران عن هالشي هاد. ما في داعي، لأني بعرف الجواب. ما كان عطاني لا وعود ولا أي أمل. يمكن كان ساوى مثل ما أنت ساويت، مسكني وأنقذني من الموت، بس ما كان رح يقول انه رح يحاول ويجرب انه يحبني. انا مو ميران، وانا اساسا بعرف هالشي منيح. حتى يمكن انت وإليف تكونوا مبسوطين.